مقدمة عليه بالمحاضرة السابقة على الباوندري كونديشن، يعني نفس الانيشيال كونديشن، نفس هي نفسها الانيشيال كونديشن، يعني شروط الأولية. هذا الموضوع أخذناه. إيه ما يخالف، بس مراجعة سريعة إلي قبل أن نبدأ محاضرة اليوم. زين، شنو أهمية قلنا الباوندري كونديشن؟ نلقي بيها باوندري كونديشن أو الانيشيال كونديشن، نلقي بيها الشروط ثوابت أو نلقي بيها قيم الكونستانت، قيم الكونستانت اللي بالمعادلة، قيمة الثوابت. يعني الباوندري كونديشن طلاب بها حالات، بها حالات. أول حالة اللي هي شنو؟ يعني أنواع، خلينا نقول باوندري كونديشن. فانكشن سبيسيفايد ات باوندري، يعني شنو؟ مثلا يقول لك الشروط الأولية تجي بهالشكل، ات تي يساوي صفر، تي يساوي اف اوف اكس مثلا، أو يكتبها بغير صيغة، آت الإكس يساوي صفر فالتي يساوي جي أوف تي، أو نقدر نكتبها بهالصياغة، راح ناخذها بالمثال إن شاء الله. النوع الثاني أو الحالة الثانية باوندري كونديشن قد تجينا بهالحالة اللي هي شنو؟ ديريفيتيف، يعني مشتقة، آت التي يساوي صفر الدي واي على دي تي يساوي اف أوف إكس، أو آت الإكس يساوي صفر الدي واي على دي اكس يساوي جي اوف تي. عندنا بعد حاله ثالثه اللي هي الميكس، يعني شنو؟ مزج، ميكس فانكشن ات باوندري، ات تي يساوي صفر الواي يساوي 10 مثلا، يعني يمزج بين الحاله الثابته وبين المشتقه، خلينا نقول ات الاكس يساوي صفر الدي واي على دي تي يساوي صفر. عندنا بعد حاله اخيره اللي هي الانتجرال، قد يجينا باوندري كونديشن بحاله انتجرال، يعني شنو؟ ات تي يساوي صفر الواي يساوي صفر، او ات الاكس يساوي ال الواي يساوي تكامل من صفر تي دي واي على دي اكس دي تي. زين، هسه عرفنا الباوندري كونديشن. الحل العام للبارشال ديفرنشال ايكويشن، احنا اخذنا ثلاث حالات قلنا، عند الصفر وعند البوزيتيف وعند النيجاتيف. الحل العام اللي راح ناخذه بحل المعادلات البارشال هو equation 14 اللي هو هذا exponential c لل x فاز t يساوي، طبعا هي بها exponential a دا ونكتبها a ناقص لمدا على جذر d في x زائد b داش exponential لمدا على جذر d في x. واخذنا قلنا مقدمة الفوريير، يعني قبل لا ندخل الى موضوع البارشال اكو موضوع مهم يتعلق به اللي هي الفوريير سيريز. قانون الفوريير سيريز، هي طبعا الفوريير سيريز موضوع كلش، يعني احنا بقدر اخذها بالتفاصيل وبها اكثر من صيغه، بس الصيغه العامه هي دراسه الساين والكوساين. الاف اوف اكس يساوي اي نقط على 2 زائد من الان يساوي 1 الانفينيتي اي ان كوساين الاي ان اكس زائد بي ان ساين الان اكس. كل واحدة هاي القانون مالتها، الاي نوت والاي ان والبي ان، شو نسميها بين العلاقات الثلاثة؟ ايلير فورمولا، ايلير فورمولا. وهاي الفترة اللي هي من السي، التكامل الحدود مالته من السي للسي زائدا 2 باي، قد نكتبها من الصفر ل 2 باي او من ناقص باي من ناقص باي للباي، هاي الفترة أو حدود التكامل. وأخذنا مثال قلنا find the Fourier series of، هاي الدالة f of x يساوي exponential ناقص x، والاكس عندنا شوفوا حدود التكامل بين الصفر وبين الاثنين باي. نكتب، أخلي الصيغة مال Fourier series ببالي وأطلع قيم الأي نوت والأي ان والبي ان. والاي نوت قلنا تكامل، القانون مالتها تكامل
او عفو 1 على الباي من السي للسي زائد 2 باي. وحتى اذا ما كتبته هذا لان هو مطينا قبل راس التكامل من 0 ل 2 باي اكتب الفتره مالته، بس اهم شيء 1 على الباي تكامل من 0 ل 2 باي اكسبونينشال ناقص اكس دي اكس، وطلعت هاي التكامل مالته سهل اكسبونينشال، بس نضرب بالسالب وعوض حدود تكامل من 0 ل 2 باي يساوي، عوضت حدود التكامل، عوضت 2 باي، عوضت الصفر، طلعت قيمة الـ A نوت 1 ناقص اكسبونينشال ناقص 2 باي على باي. الصعوبة وين شوية؟ خلينا نقول بالـ A N والـ B N. ليش؟ لأن هو القانون مالتهم يقول 1 على باي f of x كوساين الـ N x. الـ f of x أنا عندي اكسبونينشال ناقص x، زين، وهي اصلا موجوده كوساين ال ان اكس دي اكس، اذا ال اي ان يساوي عندي ال اي ان ايش راح يساوي عندي هنا؟ هذا شلون تحلونه؟ قلنا باليو دي بي، باليو دي بي يعني ليت اليو طريقه باي باس، ليت اليو قلت لكم اللي حله حل كامل راح نطيب هذا الامتحان ان شاء الله درجتين على امتحان الشهر اللي امتحنتوه يوم 7/1. اكسبونينشال ناقص اكس اللي يحل الاي ان والبي ان سوا، راح اخليكم يا هذا السؤال بالمهام، اكسبونينشال ناقص اكس في كوساين ان اكس دي اكس، حلونا باليو دي بي شو يطلع عندكم؟ راح يطلع عندكم هذا هنا، هاي لا تحيرون بيها لان هي ناقص واحد تربيعية بكل الاحوال واحد واحد، بس هنا شلون تعوضون حدود التكامل؟ طلابي يقول لكم ملاحظة، كوساين هذا طلعوه ثابت، هذا الناقص واحد تربيع زائد الان تربيع، هي ناقص واحد تربيع ترى هي واحد، ان تربيع كله طلعوه خارج التعويض لان هو ثابت، شو راح تعوضون؟ راح تعوضون بمكان الاكس، فهذا عندكم هذا اللي تريدون تعوضون به، بقوه داخل القوس، اكسبونينشال ناقص اكس كوساين الان اكس زائد الان ساين الان اكس. راح تعوضون بمكان الاكس، ليش راح تعوضون؟ راح تعوضون بالاثنين باي، راح تعوضون بالصفر. كوساين ال ان اكس، اذا انتم جيتوا خليتوا الاكس هنا، يعني كوساين ال ان في اثنين باي، ال ان انا دا اخلي بمكان الاكس، ان باي. طلاب كوساين ال ان في اثنين باي، ايش قد قيمته؟ قيمته واحد، قيمته واحد ليش؟ لأن شو تخلون بمكان الـ n إذا خليته مثلا صفر؟ كوساين الصفر واحد، واحد عافية، إذا خليته خلينا نقول واحد، إيش راح يصير عندكم؟ هو بمكان الـ x 2 باي، يعني كوساين الـ 2 باي، يعني كوساين الـ 360 هم واحد، ولهذا قد ما تخلون قيم كوساين ال n في 2 باي قيمته واحد، زين ساين، ساين ال n في 2 باي ايش قد قيمته؟ صفر، صفر صفر، ليش قد ما تخلون بمكان ال n خلوا صفر، خلوا واحد، خلوا اثنين، خلوا ثلاثه، كله راح يطلع صفر، اذا كوساين ال n في 2 باي واحد، بينما ساين ال n في 2 باي قيمته صفر، ولهذا طلع التكامل بهالصيغه النتيجه مالته. هاي الواحد اللي بالمقام قلت لكم هي اصلا ناقص واحد تربيع هي قيمتها واحد. نفس الحاله شلون طلعت ال an اطلع ال bn. هو يطلع بين تشابه بين ال an وبين ال bn.
فالبي ان تطلع قيمتها بعد طبعا نفس الحالة هنا اكسبونيشال ناقص اكس ساين الان اكس تحلوها باليو دي في باليو دي في ليت اليو يساوي اكسبونيشال ناقص اكس وليت الدي في تعرفون طريقة التكامل باي بارس تطلع قيمة البي ان بهالطريقة او بهالصيغة بعد ما شنو بعد ما تعوضون حدود التكامل من الصفر للاثنين باي تطلع فتطلع عندي اكسبونيشال ناقص اكس بهالصيغة هنا طبعا نطلع هذا عامل مشترك هي تنكتب اي نوت هنا بس هنا عامل مشترك نطلع وهنا الاي ان مضروبة في الكوساين الان اكس والبي ان مضروبة في ساين الان اكس زين اللي هنا خلصنا موضوع او هذا المثال على الفورير سيريز نبدأ إن شاء الله اليوم مثال على البارشيال ديفرنشيال إكويجن. Example solve the following PDE يعني partial differential equation. شو يقول؟ partial theta على partial t يساوي h تربيع في partial تربيع theta على partial x تربيع. زين. ومطينا الشنو ال where the heat conduction in one dimension for the following boundary condition عندنا الباوندري كونديشن ثلاث حالات A B C هسه نشوف الحل لهاي المعادلة شو راح يصير the general solution of partial differential equation نقدر نحلها أكيد بالseparation of variables شو نقول الثيتا تعتمد مثل ما شفتوها بالمعادلة على متغيرين X و T هذا الحل العام الحل العام هنا طبعا أي متغير احتمال C احتمال Y الثيتا للX فارزة T يساوي هذا General Solution المين Partial Differential Equation يعني الحل العام إلى معادلة Partial يعني الاشتقاق الجزئي هاي ثابت اكسبونيشيال ناقص لمدا تربيع في تي في اي هنا احنا اخذناها اي داش نقدر نكتبها اي كوساين لمدا طلاب هي كانت من اخذناها بالاشتقاق لمدا على جذر الدي لمدا على جذر الدي بس بما انه هنا بالمعادله الاصليه بالسؤال معطينا ايش تربيع اذا ما تحتاج جذر يعني لو مطينا H بس أقول على جذر ال H بينما هي H تربيع فما تحتاج بعد هنا يعني لو بالصيغة الأصلية بالسؤال مطينا إياها جذر مطينا إياها H بس أكتب هنا بالمقام على جذر ال H بما أنها هي H تربيع ما تحتاج بعد جذر يعني A كوساين لمدا على H في ال X زائدا بي ساين لمدا على اتش في الاكس زين طلاب الباوندري كونديشن مو انا اطبقها بالتسلسل يعني ابدي بالشيء اللي يفيدني يعني هسه بديت بهذا باوندري هذا اختصار طبعا بي سي 1 يعني باوندري كونديشن 1 بي سي 2 يعني باوندري كونديشن 2 زين ابدي هسه اطبق خليت المعادلة ببالي اجي اطبق الباوندري كونديشن 1 شو يقول؟ ات الاكس يساوي صفر معطى بالسؤال باوندري كونديشن 1 شو يقول؟ ات الاكس اللي هو هذا
هات ال x يساوي صفر، الثيتا راح يساوي لنا صفر. هات ال x يساوي صفر، الثيتا راح يساوي لنا صفر. أجي وأخليها هنا، أخلي شرط قبالي، أجي أطبقه بهاي الجنرال سوليوشن، أقول الثيتا صفر، وين أجي أعوض بمكان الثيتا؟ إيش أكتب؟ صفر. وأكمل يساوي إكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي كوساين لمدا على إيش في شنو الإكس؟ صفر، لأن هو قايل الثيتا صفر الإكس صفر. أجي وأعوضها هنا، زائدا بي ساين لمدا على إيش في الصفر، ويساوي إكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي أي كوساين. طلاب هنا مثل ما تعرفون ساين الصفر صفر، صفر. يعني هذا كله راح يضربه، يعني هذا الحد راح يروح عندي، البي راح تروح، لأنه ساين الصفر صفر راحت، بقى من عندي بس الأي، بس كوساين والاي. الكوساين والأي والإكسبونينشال. الصفر يساوي، زين هو كوساين الصفر واحد، كوساين الصفر واحد، إذا اشرح، ظلت عندي معادلة بسيطة، صفر يساوي أي إكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي. زين لو الأي يساوي صفر، لو الإكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي يساوي صفر، ما يصير هذا الحد الإكسبونينشال، ما يصير أقول يساوي صفر، ما راح يفيدني، إذا من راح يساوي صفر؟ الأي. معناته أنا هسه لقيت قيمة واحد من الكونستانت، أنا عندي أي وبي، لقيت قيمة الأي صفر، طلعت عندي صفر، خلصت من عندها، بقت منه البي. من لقيتها صفر أرجع وأعوض بالجنرال سوليوشن بهاي، شو أكتب؟ الأي قيمتها راحت، يعني هذا الحد كله راح وياها، كله راح، منو بقى؟ بس البي، بس والساين البي وال... لا هسه إيه البي والساين والإكسبونينشال. هسه الثيتا للاكس فارزة تي يساوي اكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي في بي ساين لمدا على اتش في الاكس. اوكي لنا هسه عرفت قيمة واحد من الثوابت، حددته شلون استفاديت من الباوندري كونديشن 1. هسه بقت عندي قيمة البي، طلاب مستحيل البي تطلع صفر، لأن إذا طلع الصفر يعني المعادلة كلها راح تصفر، لازم البي بي قيمة، لازم البي تطلع عندنا بي قيمة. إيش استفاد؟ أنا عندي بعد بي سي 2، يعني باوندري كونديشن 2، آت الإكس يساوي ال، طبعاً هذا من السؤال، الثيتا راح يساوي لنا صفر. أرجع على هاي المعادلة ورا ما صفيتها، بس بقت عندي البي، شو أقول؟ الثيتا يساوي صفر، أخلي بمكان الثيتا صفر، أخلي بمكان الثيتا هنا صفر، خليت الصفر هنا يساوي إكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في التي، وبين قواس شنو؟ بي ساين لمدا على اتش في شنو؟ بمكان الإكس هنا شخلي ال ال، عفوا أخلي ال، صارت عندي المعادلة بهالصيغة. زين صفر لو الاكسبونينشال ناقص لمدا تربيع في تي يساوي صفر، مستحيل الاكسبونينشال يساوي صفر، لو بي ساين لمدا على اتش في ال يساوي صفر، ايضا البي مستحيل يساوي صفر، ليش؟ لان الاي صفر، مستحيل البي هم صفر، اذا منو راح يساوي صفر؟ ساين لمدا على اتش في ال يساوي صفر، هنا ساين لمدا على اتش في ال يساوي صفر. لم ها شلون اتخلص من الساين طلاب؟ هاي الساين شلون اتخلص من عندها؟ اخذ ساين انفيرس للطرفين، ساين انفيرس للطرفين على مود هاي، يعني شلون هسه من اقول لك اللين شلون اتخلص منه؟ اخذ اكسبونينشال للطرفين، ايضا الساين شلون اتخلص منه؟ اخذ ساين انفيرس الطرفين، حتى اذا صرف اخذ دمو ساين هذا الكايرو تختصر.
عافية. الساين ويا الساين انفيرس راح يروح، يعني هذا الطرف الأيسر راح يبقى بيه لمدة على اتش في الاير، زين الطرف الأيمن ساين انفيرس، يعني دا أقول راح آخذ ساين انفيرس للطرفين، بالطرف الأيسر الساين راح يروح ويا الساين انفيرس، زين بالطرف الأيمن شلون؟ ساين انفيرس الصفر، يعني يا زاوية اللي ساين مالتها يساوي صفر هي الان باي، لان ساين الان باي يساوي صفر. ان باي يعني يقول وير الان يساوي صفر واحد اثنين ثلاثة الى اخره، يعني الزاوية اللي الساين مالتها يساوي صفر هي ان باي، او الزوايا خلينا نقول الزوايا اللي الساين مالتها يساوي صفر هي الان باي، لان شعوض بقيمة الان، شعوض بقيمة الان يطلع عندي صفر، يعني اقول مثلا ساين الصفر اذا اخذت الان صفر، اذا اخذت الان واحد ساين الباي، يعني ساين الواحد في باي ساين الباي هم يطلع عندي صفر، ساين الاثنين باي صفر، ساين الثلاثة باي صفر، اذا الزوايا اللي الساين مالتها صفر هي الان باي. زين اكمل اطلع ال هنا، يعني اسوي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، اطلع اللمدة بدلالة البقية، بدلالة ال L وال H وال N باي، يعني اللمدة تساوي H في ال N باي على ال L، ثس بهاي الحالة سوليوشن شو راح يصير عندي؟ طلب هسه الباوندري كونديشن الأول شو استفادت من عنده؟ طلعت قيمة ال A. الباوندري كونديشن الثاني شو استفادت من عنده؟ طلعت قيمة اللمدة ال لمدا، اذا ثيتا طلعت قيمة اللمدا، اذا ثيتا للاكس فارزة تي يساوي اكسبونينشال ناقص، يعني هاي المعادلة هاي ارجع اكتبها شنو ورا ما طلعت قيمة اللمدا، اكسبونيه هي مو اكسبونيشال ناقص لمدا تربيع في تي بي ساين اللمدا على اتش الاكس، ايش راح اسوي؟ بكره اللمدا اعوض القيمه اللي طلعتها هنا اللي بالخط الازرق، بكره كل لمدا يعني اكسبونيشال ناقص بكره اللمدا اعوض اتش في الان باي على ال تربيع في تي بي ساين اللمدا، ايش اعوض بكره h n باي على l في x، واصلا هنا اكو x يعني اكو h واكو h بالبسط بالمقام راح تختصر، راح يصير عندي اكسبونينشال ناقص h في n باي على l الكل تربيع في t b ساين قلت لكم ال h هنا اكو h بالبسط واكو h بالمقام راح اختصرها، صارت عندي بي ساين ان باي على ال في الاكس، هسه طلعت هاي المعادله. طبعا طلاب هاي المعادله لت انا المفروض طلعت هسه حليت البارشال ديفرنشال اكويجن، طلعت قيمه الثيتا، شنو النقص اللي عندي؟ شنو النقص؟ البي قيمه البي عافيه قيمتها ما تظل هيك مجهوله، لازم نلقي لها قيمه، هاي القيمه هاي القيمة ما راح اطلعها، راح استفاد من الفورير سيريز، راح استفاد من الفورير سيريز اللي اخذناها قلنا هي مقدمة لموضوع البارشال، يعني هسه الثيتا الاكس فارزيتي صارت عندي، ادخل السميشن، ليش ادخل السميشن؟ هي ما بيها سميشن، انا ادخلها ليش؟ انا متشبهها بالفورير سيريز، يعني هاي البي ان بدل ما هي بي اكتب بي ان، على مود اقدر اطلع قيمتها باستخدام الفورير سيريز. من الان سميشن من الان يساوي واحد للانفنتي، بس دخلت السميشن عليها ما تلاعبت بعد. نفس المعادله ظلت اللي هي الساين والاكسبونينشال دخلتها جواب السميشن بس. زين شو استفاد؟ اكو شيء بعد ما استفاديت منه، احنا مو الباوندري كونديشن
أول معادلة ما استخدمناها اللي انطانا اياها بالسؤال. اللي هي طلاب ال اي اي سي، يعني اي هنا هاي اي سي معناته شنو؟ initial condition اللي هذا السؤال. كانت اول وحده، اول وحده ما استفادت من عدها. انا استفاديت من الباوندري كونديشن الاول وباوندري كونديشن 2. هنا هاي الاي سي دي شنو كونديشن بعدني ما استفاديت من عندها، راح استفادت من عندها. وصلنا لهنا اخر شيء. نا كنا اشبهها، اطلع قيمة البي للان اشبهها بال فورير سيريز ثيتا للاكس بار تي يساوي من الان يساوي واحد انفينيتي بي ان ساين ان باي اكس على ال اكسبونيشال ناقص اتش في ان باي على ال الكل تربيع في تي. زين قلنا الانيشال كونديشن او الاي سي الاخير الاول العفو كان ات تي يساوي ات تي يساوي صفر. يساوي صفر، الثيتا راح تساوي لي ثيتا نوت. ثيتا نوت يعني ثيتا للصفر، هاي احنا نسميها ثيتا نوت. زين ات تي يساوي صفر، هالمرة اذا تي يساوي صفر طلاب خلوا لي تي هنا، التي هي مو اكو بعد اكسبونينشال بي لحد الاكسبونينشال بي تي، فاذا قلت تي يساوي صفر راح يضرب بي فيصير اكسبونينشال الصفر واحد، اكسبونينشال الصفر واحد، فراح يصير عندي المعادلة يعني هذا الجزء راح يلغي الاكسبونينشال، راح يصير عندي بس هذا بالطرف الأيمن، يعني راح يبقى عندي بس البي ان والساين، وبالطرف الأيسر ايش راح يبقى عندي؟ مكان الثيتا ثيتا نوت، لأن هو قايل ات تي يساوي صفر ثيتا راح يساوي لي ثيتا نوت. فاكتب مكان الثيتا ثيتا نوت، والاكسبونينشال راح ليش؟ لان التي الاكسبونينشال اس لونها صفر. اس تي هو اصلا صفر يساوي واحد. زين اكويجن 1 اللي هي هاي equation 1 هي represent the half range of Fourier series، يعني نقدر نشبهها ليش بها summation بال Fourier series. ايش راح اسوي طلاب؟ اخذ تكامل للطرفين، تكامل للطرفين للطرف الايسر وللطرف الايمن، واضرب الطرفين يعني واخذتهم تكامل، اخذتهم تكامل واضرب الطرفين في ساين، في ساين يشبه هذا الساين يعني ساين ان باي في الاكس على ال، او ساين بمكان الان راح نخليه بس ام، بس مجرد ام. هسه راح تشوفون بالتطبيق، شوف هنا بس بالحكي موجود، اخذ تكامل الطرفين we can multiply both sides of equation 1 by any other function from the set sin m، بس بمكان ال خليت m by x على l and integrating the result from من الصفر لل l. بس هنا بهاي المعادلة ايش راح اسوي؟ اخذ تكامل الطرفين الايمن والايسر من الفترة للتكامل، طبعا السميشن موجود التكامل يكون من الصفر للآن.
فطلاب أخذ التكامل للطرفين من الصفر للإل في ايتا نوت، كنا الطرف الأيمن زائد الطرف الأيسر، وبنفس الوقت ما أخذ تكامل أيضا أضرب الدالة يعني الطرف الأيمن والأيسر بساين ام نوت. ساين تشوفونها ثيتا نوت بالمعادلة واحد، أخذنها تكامل، أخذت تكامل وبنفس الوقت أضربها في ساين ام باي في الاكس على ال، طبعا تكامل بالنسبة للدي اكس أكيد. وهنا الطرف الأيمن نفس الحالة، هم أخذت تكامل، السميشن طبعا هسه راح يطلع خارج التكامل، ما استفاد من عنده، من الصفر للأي أيضا بي ان ساين، هو اصلا بها ساين الطرف الايمن، واضربها هم بساين، بس شنو؟ ساين الام باي في الاكس على الام، يعني بس بمكان الام خليت ام. زين اف الان يساوي ام اذا متساويين، وبهاي الحاله تكامل من الصفر للال ثيتا نوت في ساين ام باي اكس على ال دي اكس، ايش راح يساوي عندي؟ يعني راح يصير تربيع، يعني هذا الساين ويا هذا الساين، افرض اقول الان ان يساوي تكون الاقواس ام، متشابهه. عافيه الاقواس متشابهه، فش اقول؟ اقول تربيع، يعني كويجن 2 الطرف الايمن من عندها البي ان موجود، ساين هنا سميشن شلته حاليا ما راح استفاد منه شيء، اخلي بس التكامل، ساين ام باي في الاكس على ال الكل تربيع، هذا الدي اكس، هاي منو؟ اكويجن 2. زين هسه انا تقولي على هذا التكامل شو راح اكامل؟ بالبدايه اطلع البي ان، انا شو اريد؟ شنو المجهول اللي بقى عندي؟ البي ما طلع قيمه البي او البي ان، الاي قلنا قيمتها صفر خلصنا من عندها، بقى منه البي، البي راح اطلع بدالات البقيه بدال الدولة، يعني البي شغول بدال ذني التكاملين، يعني اعتبرها شلون فترتين، اقول اثنين على ال، هي مو عاده بالقانون المفروض هو بالفورير واحد على الباي، خلينا نقول او واحد على ال، انا راح اخذ التكاملين، فش اقول؟ كانما خلينا شلون نقول دبل انتجرال مثلا، يعني فترتين عندي اثنين على ال، تكامل الطرف الايمن والطرف الايسر اثنين على ال، والفتره مال التكامل نفسها من الصفر للال، ثيتا نوت ساين ال ان باي في الاكس على ال، زين ما جتي هنا بمكان الام خلوا لي ان، ليش؟ لان احنا قلنا اف ال ان يساوي ام، زين هنا عندي ساين تربيع وهنا عندي ساين، يعني خلينا نقول اختصرنا وحده ويا الاخ، اختصرنا وحده ويا الاخ، بقت عندي بس وحده اللي هي هاي، يعني خلينا نقول اذا انا عندي هنا اربعه بالطرف الايمن وعندي هنا اثنين، ايش قد راح يصير نختصر؟ يبقى بس اثنين، بس اثنين عافيه، هنا هم نفس المبدا، هنا انا عندي ساين تربيع، خلينا نقول قسمت وحده على الاخ، ايش قد راح يبقى؟ عند القسمة تطرح الأسس يبقى عندي بس واحد، والام والام سووه ان لأنهم مساويات، يعني هسه صارت عندي المعادلة أبو أنا لأن أنا يهمني اللي يهمني طلاب أطلع البي ان، فالبي ان شو تساوي عندي؟ أعتبرها فترتين من اثنين اثنين على ال تكامل من الصفر للال، لان انا هنا ما مطيني ترى حدود تكامل، ما مطيني لا قايل من الصفر للباي ولا من الصفر ما مطيني، فاعتبر الفتره عندي ال ال ثيتا نوت ساين ان باي اكس على ال في ال دي اكس، هذا التكامل مالته سهل، مرات تحتاجون اليو دي في هنا ما راح نحتاجها، ليش؟ لان انا عندي بس لأنها تكامل مباشر اي باعتبار بس أن الثابت الساين كالمثل الثابت. عافية اثنين
اثنين هي ثابت والالهم ثابت والثيتا نوتهم ثابت، كلها طلعها خارج التكامل. من يبقى عندي بس الساين، تكامل الساين تعرفونه هو ناقص كوساين. بس شنو؟ لازم توفرون المشتقة مال الساين. المشتقة مال الساين ايش قد؟ هي ان باي على ال، الاكس طبعا ما تتعبون بها، ان باي على ال. اعكسها شلون؟ خليها سنقول مثلا ساين لاثنين اكس، فالتكامل مالتها شنو؟ واحد على اثنين. تعرفون لازم نوفر المشتقة مال الدالة المثلثية. تكون مقلوب الزاوية. عافية، ممتاز، مقلوب الزاوية، مقلوب، ولهذا هنا انقلبت ال على ال باي. ال هي هاي الزاوية مو الاكس، داعشي ان باي على ال، لان الاكس موجود بكل الاحوال. ان باي على ال مقلوبها، مقلوبها ال على ال باي، وهم ثابت خارج التكامل، لان كل ثوابت. وتكامل الساين سالب كوساين. طلاب هنا طلعناها اثنين ثيتا نوت على ال اللي هي الثابت، بالإضافة إلى مقلوب قلنا الزاوية ال على ان باي، وتكامل الساين هو سالب كوساين، سالب كوساين ان باي على اف اكس. زين هنا عندكم هاي ال راح تختصر ويا هاي ال، فراح يصير عندنا ناقص، ناقص ليش؟ هاي السالب، السالب اطلعها خارج الحدود، ناقص اثنين ثيتا نوت على ان باي. وطبعا الفترة من الصفر للال لا تنسوها ان شاء الله. هسه اعوض بالال، اعوض لازم، بقى عندي ما طلعت التكامل اكيد لازم اعوض بالحدود. سالب طلعته خارج القوس على مود ما يعني سبب لي ارباك من حل المعادله او من اعوض بحدود التكامل. كوساين الان باي على ال، زين وين اخلي ال؟ اخلي بمكان الاكس، انتبهوا، لان انا اذا كامل بالنسبه للاكس اذا مو تخلوه بمكان الان، لا، لان هو التكامل مالتي بالنسبه للاكس، كاملت بالنسبه للاكس، فوين اخلي حدود التكامل؟ مكان الاكس. هسه راح احوض الحد الاعلى اللي هو ال، فراح يصير عندي كوساين ان باي على ال في ال على ال، فهم راح تختصر ناقص. هسه بيش عوض؟ عوضت بال، عوضت بالصفر،
كوساين هنا إذا عوض بمكان الإكس بيها صفر، فش راح يصير عندي؟ كوساين الصفر، فهنا عوضت الحدود. كوساين ال n باي في ال l على l ناقص كوساين الصفر. ال l راح تختصر ويا ال l، ايش راح يبقى عندي؟ كوساين ال n باي ناقص كوساين الصفر ايش قد قيمته؟ واحد. واحد ويا طلاب التكامل مفهوم من هنا؟ نعم ست وياك. ترى التكامل ترى سهل، النتيجة مالته لأنه قلنا عندنا يعني ما حلينا باليو دي بي، ليش؟ لأن بس عندي ساين، فهذا المثال سهل. بس عوضوا لي يعني الصحيح بحدود التكامل. زين، هاي السالب أسحبها خارج القوس، يعني أسحبها خارج الحدود، ليش؟ عم تنضرب بهاي السالب تصير موجب. يعني على مود البي ان شو تساوي لي؟ 2 ثيتا نوت على ان باي. السالب وين راحت هاي السالب البداية؟ سحبت السالب اللي هنا وانضربت بهاي السالب، صارت عندي موجب. ليش؟ كوساين الصفر واحد على مود الصفر بالبداية، يعني شوف هنا الواحد عندي صارت في البداية، يعني صار عندي واحد ناقص كوساين الان باي. ليش الان باي؟ لان هنا ال اختصرناها ويا هاي ال، فواحد ناقص كوساين ال ان باي. زين، اللي هنا انا حاليا لقيت قيمة البي لل ان باستخدام شنو؟ فورير سيريز، ولهذا قلنا اخذنا مقدمة على الموضوع اللي هو فورير سيريز. زين، هنا طلاب اذا اخذ اكتبوها عندكم ملاحظات سجلوها، ولو هي هاي المحاضرة يعني راح تسجل راح في الصف، بس مجموعة من الملاحظات تفيدكم اللي هي شنو؟ قلنا كوساين ال ان في 2 باي واحد، واحد. زين، ساين ال ان في 2 باي صفر، صفر. ساين ال العفو هنا هسه مثلا هاي الحالة كوساين ال n باي، مو كوساين ال n في 2 باي، لا كوساين ال n باي ايش قد قيمته؟ ناقص 1 اس n، ناقص 1 اس n. ليش؟ لأنه إذا أخذنا الصفر يعني بمكان ال n، ال n تعرفون قيمة من الصفر إلى ما لا نهاية، خلوا لي بمكان ال n صفر، ايش راح يصير عندي؟ يعني كوساين الصفر، يعني الصفر مو راح تضرب بالباي، إذا أخذنا الان صفر كوساين الصفر ايش قد؟ واحد. زين، إذا أخذنا بمكان الان واحد راح يصير عندنا كوساين الواحد في باي، يعني كوساين الباي يعني كوساين 180 يعني ناقص واحد. زين، بمكان الان أخذوا لي 2 كوساين 2 باي ايش قد؟ واحد. زين، خذوا لي بمكان ال n 3 كوساين 3 باي، يعني القيمة يعني القيمة مذبذبة، يعني مرة واحد مرة سالب واحد تعتمد على ال n، ولهذا قلت كوساين ال n باي يساوي ناقص واحد أس n. يعني إذا ال n قيمتها زوجي راح تختلف الحالة، وإذا ال n قيمتها فردي راح تختلف الحالة. زين، زين إذا قلنا ناقص واحد أس إن، مو قلنا يعني واحد، يعني في هاي الحالة راح يصير عندي البي إن 2 ثيتا نوت على الـ إن باي، واحد ناقص كوساين الـ إن باي. إذا أخذت الـ إن باي قلت هو ناقص واحد أس إن، إذا أخذت الـ إن زوجي إذا هاي المعادلة راح تتصفر. إذا أخذت الـ إن زوجي أنا مو قلت كوساين ال n باي يساوي ناقص واحد أس n، إذا أخذت ال n زوجي هاي المعادلة راح تتصفر. ليش؟ لأنه واحد ناقص واحد صفر، إذا صفر راح ينضرب بهذا هم راح يطلع صفر، معناته ال b هم راح تطلع قيمتها صفر. إذا إذا ال a وال b صفر، إذا المعادلة ما راح تنهي، يعني ما بيها قيمة كلها، يعني partial differential equation كلها صفر، إيش راح أسوي؟ على مود أتلافى هاي الحالة
على مود اتلافه هاي الحالة. أقول هنا شوفوا الملاحظة from the above equation it can be seen that an n cannot be even number. رقم زوجي ليش؟ لأن إذا زوجي أعطي صفر يصير واحد ناقص واحد صفر، معناته البي قيمته صفر. Because ال بي ان will be equal to zero and no solution will be for partial PDE in the partial differential equation. Therefore, n must be odd number. Odd number اللي هنا بالخط الأحمر. Odd number. زين شو أسويها odd number؟ n تساوي، أقول ال n تساوي في المتغير الآخر اللي هو شنو؟ 2 k زائد 1. Where ال k تساوي 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. شلون؟ اشرح استفاد. ال n لازم أسويها فردي. شلون؟ أقول ال n تساوي في العلاقة 2 k زائد 1. شو عوض؟ طلاب هسه اخذوا لي بوكان الكي خلوا لي صفر، هو مو يقول الكي تساوي قيمتها صفر واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية، خلوا لي هنا بوكان الكي صفر راح تكون اثنين في صفر صفر، فإذا لنا بس واحد صفر يعني اثنين في صفر صح، اثنين في صفر صفر زائد واحد واحد، يعني الآن طلعت قيمتها واحد، يعني شنو يعني فردي؟ زين اخذوا لي هالمرة بوكان الكي خلوا لي واحد اثنين في واحد راح تكون اثنين وواحد راح يكون ثلاثة، هم عدد فردي. فبكل الأحوال ليش خليت قلت الان تساوي اثنين كي زائد واحد؟ ايش كل ما اعوض قيمة الكي يطلع قيمتها الان فردي، على مود اتجاوز على مود الان دائما تطلع قيمتها فردي مو زوجي، لان الزوجي راح يصفر المعادلة وبالتالي ال بي لل ان تساوي صفر، ولا بالتالي ال partial differential equation هم صفر ما يصير. إذا أقول ال بي لل ان تساوي، أكتبها بغير صيغة النوت، ما أخلي ان، أقول 2 ثيتا نوت على، هي مو ان باي، هنا بال بي ان ان باي، إيش راح أكتب مكان ال ان؟ 2 كي زائد 1 في شنو؟ في باي. وهنا القوس واحد ناقص، أنا قلت لكم كوساين الان باي هو عبارة عن ناقص واحد أس ان، زين بوكان الان شو أكتب؟ اثنين كي زائد واحد، ممتاز، ويساوي اثنين ثيتا نوت على اثنين كي زائد واحد في الباي في شنو؟ طلاب احنا بكل الاحوال هذا راح تطلع قيمته شنو؟ يعني الاوس، يعني احنا مو قد ما اخذنا كي راح تطلع قيمته فردي، فاذا هو ناقص واحد اوس يعني فردي راح يطلع يعني سالب يبقى نفسه، شلون خلينا نقول ناقص واحد اس ثلاثة، ناقص واحد اس خمسة راح يطلع سالب واحد، فالسالب في السالب موجب موجب، فراح يطلع بهاي الحالة واحد زائد واحد. هاي الحالة مو هاي السالب بالسالب موجب، إذا راح يصير واحد، يعني واحد زائد واحد يعني قيمتها اثنين، اثنين، فأقول يعني هذا القوس كله طلع قيمته اثنين، فإذا اثنين في هالاثنين اللي بالباسط راح يصير عندي أربعة، ثيتا نوت على اثنين كي زائد واحد في الباي. إذا طلعت قيمة الـ B للـ N باستخدام الفوريير سيريز. إذا final solution becomes final solution، إحنا وصلنا هنا آخر شيء قلنا الثيتا. الثيتا شو تساوي اللي بدلالة الـ X والـ T؟ ليش؟ لأن هي تعتمد على الـ X والـ T.
من الان يساوي سميشن، من الان يساوي واحد للانفينيتي بي ان ساين ان باي اكس على ال في الاكسبونينشال ناقص المعادلة اللي اخر شي وصلنا لها اللي كانت هاي. اللي كانت هاي المعادلة انا هسه لقيت قيمة البي ان وكان البي ان عوض القيمة اللي انا طلعتها من استخدام الفورير سيريز. البي للان تساوي 4 ثيتا نوت اللي هاي لقيتها اخر شيء 4 ثيتا نوت على 2 كي زائد 1 في باي ساين ساين هنا هاي ساين هنا نفسها بس شنو اعوض بمكان الان، الان بعد راح الغيها شو اكتب مكانها؟ مكان كل ان اكتب 2 كي زائد 1 واحد على ال في الباي اكس اكسبونينشال بمكان كل ان حتى هاي الان اللي بالاكسبونينشال 2 كي زائد 1 في اتش باي على ال الكل تربيع في تي. اذا هاي حلينا المعادله البارشال ديفرنشال كويجن باستخدام او بالاعتماد على مبدا اللي سيبريشن اوف فايربل اللي هو ايضا يعتمد بالاضافه الى الفورير سيريز. الفورير سيريز ليش تستخدمها؟ على مود نطلع قيمه الاي او البي الاي او البي.